مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه وعافيه. اليوم عاجبني اسوي كبه تمن ويا مرقه الحمراء وبالنوم البصره. طبعا هاي الاكله يعني غريبه، ما حد ما مسويها، اول مره اني اسويها. ان شاء الله يعني اني راح اجربها، نشوف طيبه ما طيبه، وان شاء الله تطلع طيبه. عندي كوبين هنا تمن، ماخذاني تمن رويال، هذا طبعا طعمه كلش طيب. اليوم ما عندي تمن المدابل، عندي هذا التمن الحبة الطويلة راح نسويه. عندي كوبين راح نقع التمن لمدة تقريبا ساعة أو ساعة ونص. هذا التمن لو تنقعه ثلاث ساعات كل شي ما يصير له، وطبعا جد ينقع يصير طعمه أطيب، يصير كلش طعمه طيب يصير. أنا أحب أغسله أكثر من مرة. تقريبا هاي ثالث مرة أغسله. هاي هي راح أتركه لمدة ساعة ونص أو ساعتين، وبعدها نبدأ نشتغل به إن شاء الله. شوفوا، راح اشوفكم الجو اليوم. نحن عندنا اليوم اول يوم من الشتاء، واليوم الاجواء باردة كلش، ومطر عندنا وياها. شوفوا هاي الشارع كله ماي. راح اسلق التمن، هذا كوبين. نضيف ملح، اتركه لحد ما يغلي الماي. الماي فوى، نضيف التمن. اتركه لحد ما يستوي. هاي المواد راح استخدمها للمرقة، مرقة الكبة بهذا الشكل. البتيتة، الشجر كذلك. ونوم البصرة، هاي هي. النوم البصرة السوداء مالت الطبخ، والصفرة مالت الشاي، نسويها شاي ونشربها للبريد للضغط يستخدموها. هذا البصل كذلك، والفلفل الأخضر. هاي هي، أروح للطبخ، تعالوا وياي. سوينا التمن وتركناه على نار هادئة. راح اسوي الشوربة اليوم، انا راح اسويها بزيت نباتي. بعدكم زيت زيتون يصير. اترك الزيت لحد ما يحمى. هاي المواد حبتي اضيفها كلها سوية. هذا المعجون اللي سويته بالبيت،
اتركه لحد ما يغلي. هاي مسويه شاي مال نوم البصره لان اليوم الجو بارد عندنا وشويه ماخذين احنا اليوم برد لان تغيير جو صار علينا. على ما يستوي التمر راح اشرب لي شاي نوم البصره. انتم هم اذا انتم قاعدين وضايقين في الشيء سوي لكم شاي نوم البصره، شاي عادي، شاي اخضر، نسكافيه وحليب. الحين ما يستوي الغداء. هذا التمر استوى، شوف شلون صار. انا سويته يعني معجن. اصبه بالصينيه واتركه لحد ما يبرد. اتركه يبرد. عندي كيلو لحم راح نضيفه للعجينة الكبة. انتظرت التمة اللي حد يعني مو يبرد فرد مرة تتحملوا العيد. يعني اشوفوا مثل ما انا عجنة بهاي الطريقة وبعدها عجنة نسويها نحلجها بماكينة اللحم. نستخدم هذا الراس هاي نحلج بها التمة لان ناعم، ما راح نستخدم خشن، نستخدم الناعم. أنا عاجبني هذا الشكل. إذا أنا راح أسلقها بالمرقة الحمراء، إذا أنتم عاجبكم سووها قلي، أنا هم راح أسوي قلي. شوفوا شلون تطلع بالقلي، تبدون هذا الشكل إذا عاجبكم، وهذا الشكل الثاني. راح نروح المرقة نشوف المرقة شلون صارت. أنا ما ضفت له ملح المرقة لأن المعجون اللي مسويته بالبيت شوية مالح، ما راح أضيف ملح، بس نضيف الكبة من بطن المرقة. المرقة هتفور، سويتها خفيفة لأن على مدة إذا خلينا الكبة راح تسخن.
نحركها على يعني هادي، مو نحركها سريع على مود لا تمرد الكبة. بس شوفوا شو صارت، تغير لونها بعد يوزها بعد ما مستوية. بس أبدي أجي أحركها كل شوية على مود لا تنزل على أسفل الجدر. من الطوف الكبة بمعنى استوت، شوفوا طافت، راح نصب. اليوم كان غدانا كبة تمن ويا المرقة الحمراء ونوم البصرة. جربوها طبعا كلش طيبة وتفيد بهاي الأيام، لأن احنا عندنا الجو بارد راح ندفي بطننا بيها. سهمكم بالعافية وأترككم في أمان الله.